بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. طبعا احنا اشتغلنا مع بعض الطقم ده قبل كده في ورش سابقة، سواء كان الانسيال بشكله المبتكر اللي هو ممكن نعمل نلفه السلسلة عليه كذا مرة بالشكل ده فهتديله غنى اكتر، او نعملها بشكل الكف زي ما انتم شايفين كده، طبعا في منتهى الابتكار، مختلف مميز، الوانه حلوة جدا. كمان عملنا العقد ده، المفروض الاساس بتاع الطقم بتاعنا عقد طويل من احجار العقيق اللون الرمادي، معاها كمان الانسيال. طبعا الطقم بتاعنا ما بيحلاش او يكمل من غير الخاتم، فطبعا فكرت اعمل الخاتم عندي باقي الاحجار، وكمان فهنشتغل عليه من سلك الالومنيوم عشان نكمل الطقم، طالما الطقم فضي يبقى نكمل بالفضي. فيلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف باقي الخامات بتاعتنا، وهنقدر نعمل تصميم من الستة، من الحجر الستة ملي ازاي، فهنشتغل عليه مع بعض ونعمل خاتم نكمل بيه طقمنا. خليكم معايا. باقي خاماتنا وادواتنا، الخامات هتبقى طبعا اساسي سلك الومنيوم، كمان معايا مسامير باللون الفضي، وباقي الاحجار اللي هي الستة ملي اللي معايا، وكمان في احجار من الهيماتايت، بصوا الشكل ده صغيرة جدا من نفس اللون بس ليها لمعة مختلفة، هدخلها مع الخاتم بتاعي. الادوات بتاعتنا العمود الخواتم طبعا طالما هنشتغل خاتم، وباقي البنس او الزراديات، الخشنه والنعمه اساسي عشان حساسيه سلك الالومنيوم، حساس جدا في الشغل، فعايز نعومه في الشغل جامد، مش عايز نقرص عليه حتى بالنعمه، بتبقى بنشتغل عليه بحذر زي ما انتوا عارفين. كمان عندي الزراديه المبرومه والقصافه. يلا بينا على طول نشوف ممكن نعمل ايه. طبعا من حساسيه السلك الالومنيوم انا بحاول اخد منه اللون بس، بصوا يعني بحاول افرده بالراحة جدا واشتغل عليه، مش زي السلك النحاس خالص. فهاجي هعمل كده، هاخد الدايرة بتاعتي الاول كده، اخد مقاسي يعني، ونبتدي نشوف هنعمل ايه. طبعا زي ما انتوا عارفين الستة ملي بيبقى صعب شوية في الشغل ان انا ادخله في خاتم علشان حجمه، فبيبقى ليه تصاميم كده مميزة او ان انا اقدر ادخل عليها الشغل بتاعي. اول حاجة هعملها ان انا هاخد المقاس بتاعي، وهاخد جزء صغير من هنا وجزء قده من هنا بس مش اكتر من كده، هظبط بس مقاسي وابتدي اقص. الفكره دي احنا عملناها قبل كده بس كانت بلون مختلف وشكل مختلف، النحاس كنا عاملينها من النحاس بحجر تاني، لكن التصميم ده يعتبر من انسب التصاميم او التصميم المناسب للحجر، المقاس الحجر اللي معايا. فهعمل كده اهو، هبتدي بقى اظبط المقاس براحتي. هاجي هنا هنا طبعا الخاتم بتاعنا يعتبر مفتوح، اللي هعمله دلوقتي ان انا هظبط، انا عايزه دايرتين هنا قصاد بعض، هقصر المسافتين دول شويه مش عايزاهم كبار قوي، وبعد كده اللي انا هعمله ان انا هبتدي اركب احجار الاحجار اللي معايا مع المسامير بالشكل ده، يعني اول دايره هعملها لفوق مش بشكل مستوي كده، انا هغير في التصميم اللي فات شوية، التصميم اللي فات كان مختلف،
عن ده، وهنا برضو هعمل نفس الدايرة لفوق وحافظ على التصميم بتاعي وانا بعمل الدايرة بالشكل ده. عايزاهم يبقوا مقابلين بعض كده، والاتنين لفوق، ونبتدي نكمل ونركب باقي الاحجار بشكل بسيط جدا. المسمار اللي معايا مسمار عادي بيتركب كده، اللي هو يعني بقص الزيادة بخلي حاجة بسيطة، وابتدي ألف لفة عادية خالص. بس نعمل حساب تخانة السلك اللي معايا، نكبر الدايرة بتاعتنا شوية عشان ممكن نعملها صغيرة ما تدخلش في 1.5 ملي، فنخلي بالنا بس من النقطة دي. بس كده كده المفروض ركبت كل الاحجار بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. اللي انا هعمله بقى دلوقتي هفتح كل دايره من الدايرتين اللي معايا دول في الخاتم، وابتدي اركب فيهم احجار على قد ما هياخدوا مني احجار هركب فيهم. يعني المفروض على قد الدايره هبتدي اركب احجار لغايه ما احس ان هي الدايره اتملت بالشكل ده. بصوا، فخليكم معايا واحنا بنعمل ده وهنشوف النتيجة في الآخر. كده خلاص زي ما شفتوا معايا كده في التركيب. بصوا بقى التصميم في منتهى البساطه زي ما انتوا شفتوا، بيعتمد على الدايرتين الاساسيتين في الخاتم. بصوا احلى حاجه فيه الغنى بتاعه بعد ما بيخلص، عشان كده دايما الحجر ده بيلزمني بتصاميم كده معينه، لان مقاسه او حجمه بيبقى مميز شويه. الصغير طبعا بيبقى اسهل ان انا اركبه في خاتم عادي، ده بيبقى غني اكتر في التصميم ده. بحاول اغير فيه على قد ما اقدر بحيث ان يبقى فيه دايما تغيير في الشغل بتاعنا. زي ما انتم شايفين كده الطقم يعتبر خلاص كامل. يا رب يعجبكم. الخاتم طلع حلو جدا، احلى كمان من الذهبي اللي كان بدايرتين لو تفتكروا الفيديو ده، او الخاتم ده احلى
منه، اللون مختلف، اللون مميز قوي، يا رب يعجبكم. مستنيه الكومنتس بتاعتكم، قولوا لي رايكم في التعليقات. يا رب اكون قدرت افيدكم. ما تنسنيش من دعواتكم، ولسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك لو شايف القناه هتفيده. متشكره قوي ليكم، اتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناه، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.